حبايبي جريد فور، تعالوا نتعرف على حاجة جديدة. تيبل بالشكل ده، ده اسمه تيبل، بس أنا المرة دي مش هسميك تيبل، هنقول عليه بار موديل، أو نقول موديل. نقول يبقى لما الاقي مربع بالشكل ده واتقسم، انت اسمك ايه؟ بار موديل او موديل. قال لي اسمع بقى، الراجل ده هلاقي جواه لتر اسمه، ممكن يبقى الاكس ده كمان فوق، يبقى يا اما فوق يا اما الاكس ده السنه دي نسميه فاريبل. ادي اول حاجه جديده. كمان مره، لما الاقي تيبل اسميه بار موديل، لما الاقي تيبل بالشكل ده بار موديل، لكن الليتر نسميه فاريبل. الليتر ده ممكن يبقى تحت وممكن يبقى فوق، في مشكله؟ متاكد؟ قال لي اسمع بقى، انا هعمل لك الحالتين جنب بعض اهو عشان ما نضيعش وقت. لو لقيت كده حطيت الاكس فوق وكتبت هنا 3 1 وهنا مثلا 19، ازاي اجيب الاكس من هنا وازاي اجيب الاكس من هنا؟ اسمع وتعلم. لما تبقى الاكس تحت، لما تبقى تحت تقول له هعمل ماينس مين اخد ال 100 ماينس 35. طب لما تبقى الاكس فوق اعمل بلس للتو نمبرز. نقولها تاني؟ يا مستر دلوقتي عندي حاجه جديده اسمها ايه؟ لو انا عملت كده او لقيت الشكل ده برافو عليكم. لو لقيت اكس هنا، الاكس دي او لتر اي او بي او ام، اي لتر اسميها فاريبل. في مشكلة؟ نقول تاني؟ تعال بقى نطلع فوق. لو كانت الاكس تحت هنعمل ماينس، لو كانت الاكس فوق ماينس. طب برضو مش فاهم، تعال نلعب تاني. ايه ده؟ وانت ما راكش غير اللعب؟ نقعد نكرر لغاية ما الاقيك كده تبقى معايا زي السكر. يلا بص كده، لو انا قلت لك مين الفاريبل؟ برافو عليك. مين الفاريبل؟ ثانية اشتغل يا ابني. مين الفاريبل؟ اكس. برافو عليك. يلا بقى، أنا عايز الفاليو بتاع اكس، عايز الفاليو بتاع اكس، يعني الاكس دي بكام؟ هنعمل إيه؟ ليه؟ عشان الاكس فوق. يبقى أنا أروح جاي أقول له 3 4 75 750 قصدي، وده أهو تحت منها 51 وهنا 19 وأعمل بلس. نقول تاني؟ يلا مع بعض، استنى اللي يجاوب ما يردش تاني. بصوا معايا، انا هنا لو قلت لك مين الفاريبل؟ واي. حلو، ممكن نهدى عشان كلنا نفكر. ستيفن، مين الفاريبل؟ واي. شكرا. موده، مين الفاريبل؟ برافو. هنا فين الفاريبل؟ الله يا مستر الموديل فاضي. لا، فيه الان. الله، يلا هنا فين الفاريبل؟ محمد. الله عليك. يلا يوسف، مين الفاريبل؟ سي. ملك، هنا مين الفاريبل؟ برافو. حد مش فاهم؟ طب نرجع تاني، معلش في زميلكو هقول له ستوب عشان انا وعدته ان لو ما حدش جه. حبايبي تعالوا نعيد مع بعض تاني. لما يقول لك مين الفاريبل؟ لحظة واحدة. يا مستر في البار ده، في الموديل ده الواي. طب يلا، عايز الفاليو بتاع الواي. كلمة فاليو يا حبيبي يعني قيمته بكام؟ يعني الواي دي ممكن اكتب مكانها نمبر كام؟ مودة، نعمل ايه؟ علي صوتك. طب لما اجي اعمل ماينس اكتب مين في الاول؟ مش فاهم. $121,000، مش 100,000. انا بسمع وزعلنيش.
100 لوحدها. وبعدين بص هناك وبصش عليا. ايوه كده كملي. ايوه شكرا حبايبي. اوعى تنسى ان انت السنه الجايه برضو هتقرا تاني. يلا حبايبي هنماينس منها كام؟ عايز حد يقرا؟ ساندي مبروك النضاره. ريدي حبيبي ذا نمبر. علي صوتك. ايوه كده. يلا عايز حد يلعب معايا ماينس. كل واحد واحده. حمزه 5 4. ايوه كده بس. يلا يوسف. شكرا. دي يا اخوانا 7. يلا ملك. شطوره. علي صوتك يا بابا. يلا حبيبي حمزه 1 0 1. شطوره. صلاح 2 0 1. اخر حاجه هي محمد يا عرفه. الوان ده مفيش حاجه تاخد منه. اعمل له دروب. نعمل له دروب. طب يلا نلعب واحده كمان بس هعمل ستوب. حبايبي تعالوا نتعلم بفه احل مساله الموديل بار ازاي. اسمع يا بابا. لما يبقى التو نمبرز تحت. شوف اتعلم الشرح. لما يبقى اعمل يعني اجي اقول له كده تبقى الام ايكوال واكتب 41 6 2 1 + 52 3 2 1. في مشكله؟ طب نعيد تاني. لما يبقى التو نمبرز هعمل لهم بلس. طيب تعالى نقول فكره تانيه. بص بقى اللي جايه دي. البار والموديل فاضي ازاي اخد ده وده وده نكتبهم جوه. ها مين عايز يقول معايا؟ اول حاجه لقينا ايه؟ ماينس. لقينا ماينس. يبقى الراجل ده نقول عليه ايه؟ البيجر. والبيجر دايما أوه. بس يا معلم. وبعد كده الاثنين دول اكتبهم تحت. نقول تاني. نقول تاني. بص بقى دي لقينا ايه؟ ماينس. يبقى الراجل ده ايه؟ بيجر. والبيجر اكتبه ايه؟ أوه. والتو نمبرز تحت. حد عنده سؤال؟ طب نقولها تاني؟ ماشي. نقول تاني. حاضر يا ستي. يلا يا معلم ثانية واحدة. مسألتي هنا البار كامل. أنا عايز الفاليو بتاع السي. هنعمل إيه؟ فكر ما تجاوبش بدون إذن. ملك بلس. حمزة بلس. ها بلس. ها بلس. ها بلس. ها بلس. لما يبقى التو نمبرز تحت يبقى هنعمل بلس. طب نعيد تاني. لما يبقى الليتر تحت هنعمل ماينس. نعيد تاني. يلا لما يبقى الليتر تحت والماينس اعمل ايه؟ برافو عليك. ابتدي بالبيجر. لا ما هو كاتب كل حاجه. يبقى ساعتها حبيبتي تبتدي بالبيجر 7 6 20 4 3 10 واعمل ماينس. يلا بسرعه. الليتر والفاريبل تحت هنعمل ماينس. وابتدي بيجر. يا رب ما ننساش. تعالوا يلا هنا. انا بقى عايزك تعمل لي بار. اسمع بقى. لقيت في النص ايه؟ بلس. ايه اللي استفيده؟ قول يا ولدي يا محمد. بس اسمع بقى. يبقوا الاثنين دول مع بعض تحت. تاني حبايبي اسمع يا بابا. نقول تاني حبايبي. مسألتي لقيت ايه؟ بلس. يبقى الاثنين دول بس يا بابا حطينا جوه البار. بص حبيبي. بص يا بابا. بعد كده طب ازاي اجيب الايه دلوقتي بقى؟ يلا هنحل ازاي بعد ما عملنا البار؟ قول يا حمزه. الله عليك. مين 100. لازم ابتدي بالبيجر. طب يلا نقول تاني. نقول تاني. انا عايزك تعمل البار. مين عايز يشرح؟ ستيفن رفع ايدك ولا مش رافع؟ ما تسمعني صوتك يا ستيفن. مسألتي هنا ايه؟ ماينس. سمعني اعمل ايه؟ بلس.
بس يا بابا بقول ستيفن يا بابا. ها طيب طيب بص حبيبي، لما يبقى ماينس يبقى اكيد الاولاني ده هو البيجر، وعشان هو البيجر ها ها ملك يا ملك. ها يبقى الكي عشان هي البيجر تتكتب فوق. يعلم ربنا بقدم في مالطا، شوفوا بقدم في مالطا. تعال نعمل استوب.